كادت مقابلة الرئيس السابق ميشيل عون مساء الأربعاء أن تمر مرور الكرام لولا رد رئيس مجلس النواب نبيه بري على أحد المواقف التي صرح بها الرئيس السابق خلال حلقة صورت في منزله في الرابية، حيث اعتبر أن الرئيس بري هو من أبرز المعرقلين لعهده وكان ضد انتخابه رئيسا. تعتبره من أهم المعرقلين كانوا؟ أكيد قوانين بتروح على الجرور، مشاريع بتتوقف، نعم، اعتداء على أنظمة الحكم، مسؤولية كبيرة يعني حطتها على عاتقه بالعرقلة. كتير كتير لك فيها هون قدامي، لقلي قديش 18 بنت ضد 18 شغلة ضد ما مشي فيها. إيه؟ ما مشي فيها. في شيء مش ما مشي فيها. غلبة حط عقد. أنت ما تمشي. وردا على ذلك قال رئيس المجلس: بدءا وبدلا من أن نقول كل عام وأنتم بخير، ألزمتني لأقول لك ما يلي: لم تكن بحاجة لمن يعرقلك، فقد وعدتنا بجهنم ووفيت كفيت. وأضاف بري: للذكرى وليس للحنين، 74 قانونا صدر ولم تنفذ وليست في الجوارير، أولهم وليس آخرهم الكهرباء. وختم بري قائلا: حرمتنا رؤية النجوم ليلا وشوفتنا نجوم الظهر. على الإثر رد عضو تكتل لبنان القوي النائب جورج عطلة على بري بتغريدة عبر تويتر قائلا: إجا مين يفرجيك يلي فرجيته لكل اللبنانيين نجوم الظهر. وردا على الرد أشار عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قبلان قبلان عبر تويتر أيضا إلى أن الشعب اللبناني شاف الخير بالبلد من 13 تشرين 1990 ل 7 أيار 2005 لما كنت خارج البلد، ولما رجعت ما خليتوا له ضوء يشوف شيء، لكنه ما لبث قبلان أن محى التغريدة.